هل تابعت شعبك العظيم وهو يرد على القتلة والمحرضين الذين أرادوها فوضى وعودة إلى زمن التخريب؟ منذ البداية كنا نتوقع ما حدث، وأعتقد أنك كنت على ثقة بمواقف هؤلاء الذين عرفتهم عن قرب وأدركت أصالتهم وانحست إليهم في مواجهة القتلة والمجرمين، فحققت الحلم وأنقذت البلاد من خطر الحرب الأهلية. تحملت الكثير وأجهضت الكثير من المؤامرات، فعلت الكثير وأنجزت الكثير. اليوم جاء الشعب المصري ليجدد الثقة ويؤكد أن مواقفك وإنجازاتك لم تذهب سدى. يا سيادة الرئيس، هذا شعب أصيل يعرف من معه ومن ضده، يدرك من هم المخلصين ومن هم الذين يناصبونه العداء. تمضي الأيام، تشتد المواجهات، المؤامرات، تفتعل الأزمات، التحديات، معارك بالداخل ومؤامرات من الخارج، لكنك تبقى صامدا قويا، تبث الأمل في النفوس، تقاتل وتواجه بحكمة وحسم وبرؤية استراتيجية ثاقبة. يا سيادة الرئيس، قد نعترض على بعض المواقف، قد نشكو من تداعيات الأزمة الاقتصادية وغيرها، قد نتساءل عن بعض الأمور التي لا تعجبنا، قد ننتقد ونطرح وجهات نظر قد لا تعجب بعض أهل الحكم، لكننا في الأزمات والمواقف معك في الخندق. لا أحد يستطيع أن ينكر ما تعهدت به منذ البداية. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، قلتها في زمن الإخوان في 28 إبريل 2013 في نادي الجلاء. هل تتذكر؟ هل تتذكر عندما كنا جميعا من الصحفيين والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة نجلس نستمع إلى كلماتك؟ يومها تساءلنا، إيه اللي بيقوله القائد العام ده؟ هو ناسي إن اللي بيحكمنا الإخوان، وإن الإخوان خلاص سيطروا وهيمنوا؟ لكنك كانت لديك ثقة غريبة، كأنك كنت تقرأ المستقبل، كأنك كنت تبث الأمل في النفوس، كأنك كنت تدرك ما تخبئه الأقدار. نعم، تحملت الكثير في زمن الإخوان، حافظت على مفاصل الدولة، رفضت أن تكون كما أرادوك، لكنك كنت كما أردناك. كنت تأخذ مواقفك في صمت، لا تنتظر جزاء ولا شكورا. نظلمك عندما نتحدث فقط عن موقفك التاريخي في 3 يوليو 2013. نعم، كنت حاضرا منذ البداية، منذ أحداث ثورة 25 يناير، جنبا إلى جنب مع المشير طنطاوي رحمة الله عليه. أنا شاهد على ذلك وغيري كثيرون. كنا ندرك تماما حقيقة مواقفك العظيمة والرائعة. نتذكر كيف كان غضبك يوم الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر 73، عندما جاء الإخوان بجيوش مجيشة من القتلة والمتآمرين. كنت غاضبا وأعلنت عن غضبك وأبلغت محمد مرسي وكل حواريه. نتذكر موقفك في 22 نوفمبر 2012 عندما أعلن مرسي وأصدر ما يسمى بالإعلان الدستوري الإنقلابي
الذي بمقتضاه سيطر على السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية أيضا. لكل ذلك كنا ندرك تماما أنك لن تصمت، ولذلك كان اتصالك الهاتفي بمحمد مرسي في هذا الوقت. لقد حذرته من مغبة ما يجرى وطالبته بالتراجع، لكنهم لم يستمعوا إلى كلماتك. حاصروا المحكمة الدستورية وعزلوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأصدروا ما يسمى بقوانين الثورة التي بمقتضاها أرادوا محاكمة الجميع وإعادة القضايا التي حكم القضاء فيها ببراءة الآخرين. ثم جاءت أحداث الاتحادية في 5 ديسمبر 2012. منذ البداية رفضت أن يعتدي الجيش على المتظاهرين، واتفقت أنت واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية واللواء محمد زكي في هذا الوقت قائد الحرس الجمهوري، وكان موقفا رائعا عظيما. هل تتذكر يا سيادة الرئيس يوم أن خرجت أنت واللواء أحمد جمال الدين متكاتف الأيدي في 22 نوفمبر 2012 بعد أن حاول الإخوان الزج بالخلافات ما بين الجيش والشرطة؟ كانت رسالة للجميع أن الجيش والشرطة في خندق واحد دفاعا عن الوطن. يومها انزعجوا، يومها أنت أثرت غضبهم ووضعوا علامات استفهام كثيرة، لكنك كنت تمضي في طريقك. بيان في 8 ديسمبر 2012 باسم القيادة العامة للقوات المسلحة تحذر فيه من الخلافات التي تؤدي إلى انهيار المؤسسات، كانت رسالة قوية. يومها عندما دعيت إلى حوار وطلبت من مرسي الموافقة ووافق، تدخل الإخوان وتدخل مكتب الإرشاد وأحبطوا هذا الحوار في هذا الوقت، لكنك ظللت على يقينك وكنت تسعى دوما إلى حماية الدولة وحماية مؤسسات الوطن. مضت الأيام، رفضت توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع إيران وقلت أن أمننا القومي العربي كل لا يتجزأ. مواقف كثيرة أبرزها ما حدث في يونيو قبل مظاهرات يونيو 3 2013. رفضت أن ترسل بجيشنا ليقف مع الإرهابيين في سوريا ضد نظام بشار الأسد. قلت أن الجيش المصري مهمته حماية الأمن القومي. ذهبت إلى مرسي في 22 نوفمبر لتحذره، لكنه لم يستمع الكلام، فكان بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي كتبته بيدك وأنت جالس في احتفالية القوات المسلحة في هذا الوقت في الندوة التثقيفية التي كانت موجودة في هذا الوقت، وأعطيت مهلة أسبوع لجميع الفرقاء. ومن يقرأ محضر اللقاء بينك وبين خيرت الشاطر وسعد الكتتني في هذا الوقت يعرف من هو عبد الفتاح السيسي. تمضي الأيام، تحدث الثورة، تقف بكل إيمان وبكل قوة أنت ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم جنبا إلى جنب دفاعا عن المتظاهرين وحماية لهم. كان جيش مصر العظيم وشرطة مصر الباسلة تضرب المثل. اجتمع الثلاثي في خندق واحد، الشعب والجيش والشرطة، وكان للقضاء وقفته في 23 يونيو عندما اتهم مرسي بالخيانة في القضية الشهيرة التي حكم فيها المستشار خالد محجوب. من يقرأ محضر اللقاء بينك وبين مرسي في 1 و2 يوليو الذي كنت فيه واضحا ومحددا وحذرتهم، ثم البيان الذي قرأه المقدم ياسر وهبة في هذا الوقت في 1 يوليو 2013 والذي أعطى مهلة
باسم القيادة العامة وباسم القائد العام 48 ساعة لم تكن متآمرة، بذلت كل ما يمكن بذله، لم تستبعد أحدا يوم الثلاث من يونيو، لكنهم هم الذين استبعدوا أنفسهم. يومها أشفقنا عليك جميعا، يومها قلنا إن الرجل وضع روحه على كفه وأصبح عرضة للمؤامرة. هل يعرف الناس هذا الأمر؟ هل يدرك الكثيرون ماذا فعلت؟ هل يعرفون ما كنت تقوم به في السر؟ ربما قلوب الناس تعطيهم هذا الإحساس بأننا أمام شخصية وطنية مهتمة بمصلحة الوطن قبل الذات. ومن يدرك تماما تفاصيل ما حدث، وهي كثيرة ومتعددة، لو فضلت أحكي فيها يومين مش هخلص، لكنك يا سيادة الرئيس، وأذكرك، يوم 31 أكتوبر 2013 عندما التقيت سيادتك وكنت قائدا عاما للقوات المسلحة، وكان لقاء محدودا في الصالون، وقلت لك مش ناوي ترشح يا سيادة الرئيس. قلت عشان أي حد يترشح، المصريين بياخدوا 10% من احتياجاتهم، اللي بياخد اللي احتياجاته 100 جنيه بياخد 10 جنيه. المؤسسات تأكلت، منظومة القيم انهارت، ومع ذلك قبلت وارتضيت، التففنا حولك، وكنت صادقا منذ البداية عندما تحدثت عن وضع البلد والحالة التي فيها البلد، وأنك ستكون مقدما على إجراءات ومواقف تعيد التوازن إلى البلاد. بدأت رحلة البناء الكبيرة، أكثر من 7 تريليون تم ضخهم في هذه المشروعات الكبيرة. شعر أبناء الصعيد في أقصى الجنوب، وأبناء مرسى مطروح في أقصى الشمال، بهذه الإنجازات الكبيرة الضخمة في كل مكان. سيناء التي اقترحت أن تكون عاصمة اقتصادية بعد أن بدأت إجراءات عديدة لتنظيفها من الإرهاب، 1 مليار جنيه كان بيتصرف شهريا من أجل أن تعود إلينا سيناء التي اختطفها المتآمرون وفرضوا هيمنتهم على أهل سيناء، هؤلاء الأبطال الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع الدولة الوطنية. وحققنا انتصارات عديدة، وأقمنا مشروعات من الكوبري لحياة كريمة، وبدأنا مشروعات في الصناعة والزراعة، وتعهدت بتحقيق الاكتفاء الذاتي. لكن الأزمة الصعبة كورونا واقتصادات الدول الناشئة في 2018 وما جرى، ثم الأزمة الأوكرانية الروسية، من المؤكد أنها أحدثت مشاكل كبيرة ليس في مصر فقط ولكن في كل دول العالم. ومع ذلك ندرك بالمعاناة ونشعر بحجمها وبانعكاساتها على المواطنين، لكننا على ثقة أن هذا الواقع سيتغير، وعلى ثقة أن هذا الوطن سيكون مثلا وقدوة. وانظر إلى ما يحدث في قمة العالم، قمة المناخ على أرض شرم الشيخ، انظر إلى مقولة الرئيس الأمريكي بايدن التي أطلقها منذ قليل، مصر أم الدنيا. نعم، مصر أم الدنيا، وحتبقى قد الدنيا بالقائد الوطني وبمؤسسات الدولة وبالشعب المصري العظيم. يا سيادة الرئيس، ما تزعلش من بعض المتطاولين والمتآمرين، فكل هذا الغثاء لا أحد. أوعى تفتكر إن شعبك بينكر اللي أنت عملته، أوعى تفتكر إن غضب الناس من الأوضاع الاقتصادية معناه الناس بتقلب عليك. لا، إحنا شعب وقت الجد بتلاقينا رجالة، نساء ورجالا، لا ننكر الجميل أبدا، ونعرف من هو الخائن والمتآمر ومن هو الوطني الشريف، ونحسبك
قائدا وطنيا شريفا نزيها همك على هم البلد، حياتك رهنتها للبلد، إيمانك بالبلد إيمان عميق، ومستعد أن تسمع الرأي الآخر. وثق يا سيادة الرئيس من قلبنا هنقول لك الرأي والرأي الآخر، وإحنا عارفين إنك ما بتزعلش، يمكن في غيرك يزعل لكن أنت ما بتزعلش. ومنصة الحوار الوطني تأكيد على هذا الأمر، إنك بتسمع الكل وبتحاول تلم الكل. وعايز أقول لك سيادة الرئيس، موقفك من قضية المجرم علاء عبد الفتاح ودفاعك عن القضاء ورفضك لكل الضغوط والتحديات والإدعاءات والأكاذيب خير مثال على أنك تحترم مؤسسات الدولة، خير مثال على الوطنية والعزة والكرامة. النهاردة انتصار لمصر أولا، وانتصار للقائد الوطني عبد الفتاح السيسي اللي ما بيفضاش دقيقة دلوقتي في شرم الشيخ وقاعد يلتقي الجميع ويتحاور ويتناقش من أجل قضية محورية العالم كله بيشتكي منها، والحلول بإذن الله هتكون من هنا من أرض مصر، أرض مصر الطاهرة العظيمة، أرض مصر اللي بتلفظ كل خاين ومتآمر، أرض مصر أرض الحياة، أرض التاريخ، أرض الجغرافيا.